الكلام اللي عم تقوله هنادي؟ طبعا مزبوط. بالله وحياة الله. ايه مزبوط، ارتحتوا هلا وما رح خليها تشتغل لا عندك ولا عند فادي، منيح هيك حتى لو قطعوا لي رقبتي. رغم يا انتي معقول؟ مو معقول. لا معقول. ليش انتو شفتوا الشي؟ هنادي بكفي خلاص. رانيا احكي، كل متهم بريء حتى تثبتوا ادانته. لا تسكتي، احكي، السكوت علامة الضعف، احكي. مين قال اني ضعيفة ومين قال انه ما فيي احكي؟ اصلا انا عم بعمل كل هيدا الشي لاني بحبكن، بحبكن كتير لانكن رفقاتي، رفقاتي اللي عوضتوني عن عائلتي اللي بعمري ما حسيت فيها. لهيك لما حس وحدة فيكن بخطر انا ما في وقف واتكتف، بدي اعمل شي. خطر؟ رانيا احكي، مين فينا اللي بخطر؟ مين؟ مين؟ ميديا. لينا اذا اشتغلت عند فادي رح تعمل علي خطر. ليش؟ لانه لينا بتحب فادي. ما عم يرد. حاولي كمان مرة. خلاص كم مرة بدي حاول؟ حاولت مرة، اللي بده يرد بيرد من اول مرة. طيب والحال؟ ما بعرف. لا انت اللي بتعرفي، مو انت قنعتي فادي شغل لينا عنده؟ ليش مو انت اللي قنعتي لينا تترك الشغل عندي؟ خلاص بقى، خلاص بقى، خدوا استراحة من النقار، دبحتونا. خلاص خلاص خلاص، انا ما بقدر. واللي ورطنا بهالقصة يطالعنا منها. انا ورطتكم؟ انا؟ مين حكى عنا؟ ما حدا جاب سيرتك منهم، بس اللي فيه شوكة بتنازل. مين دي اخدت لينا العند مايك ورح تعمل لها نيو لوك؟ ميدو شان الله امي، احكي معنا بس شي كلمة واحدة. اوف، وبعدين معكم عملكم بدي نام. تعرف شو يعني بدي نام؟ رح نتركك تنامي بس بشرط بعتي له مسج لفادي. يوم بعد يوم عم بكتشف انه انا عايشة مع المجانين. مجانين حبيبتي، طاقة التواصل يلي بينك وبين فادي عم تقل يوم بعد يوم. اسألي سموحة. ايه والله معها حق، عن جد عم تقل. شكرا لاهتمامكم، فيكن تناموا وترتاحوا. بونوي. خليني اقرا لك المسج. اسمعي، قال تخيل وش بالعيون وبيتزا بلا زيتون وتبولة بلا ليمون، انا من دونك هيك بكون. مين بعت لك هذا المسج السخيف؟ ادري. والله حذرت. طيب اسمعي هي ميدو، ما لقيت رسالة تليق بغلاك، قامت بعت لك زهرة لخلي النحل يركض وراك ويقول لك يسعد لي وساك. يا الله، اليوم رح احلم بالسقالة. مرحبا حياتي،
فادي شو في؟ آخ منك يا أم الكلام الحلو الرومانسية آخ. فادي ما عم أفهم عليك. كنت مفكر إنه هاي الشغلات الحلوة اللي كانت بيناتنا من زمان خلصت. فادي أخ أنت عن شو عم تحكي؟ يا ستي عم أحكي اللي صار. يوم بعد يوم عم حس حالي إني عم حبك أكتر، وأنا يوم بعد يوم عم حس قديشك أنت مجنون. مجنون؟ إيه مجنون فيكي وحياة عيونك. فادي مفيقني بنص الليل لتقلي هذا الحكي؟ خلصنا ميدو، طلعي من هالبواب ومن هالحركات تبعوت البنات. إيش هو الأساس أنت نايمة يعني؟ فادي لا تجنني. ها رؤي رؤي ميدو شبكي؟ يعني أنا كمان كنت نايم بس لما فيقتيني ما عملت عليكي كل هالثورة هاي. أنا مفيقتك؟ أوكي إيه أنت اللي فيقتيني بالمسج. أني مسج؟ خلص فادي على ما يبدو وصلنا لطريق مسدود. لا غلطان عم تعند كمان؟ أكيد فيقتني من نص نومتي. عم قلك اعتذر ولا تكبر راس. لك لسه بيقلي أنه أنا اللي بعثت له مسج. اسمع فادي أنا العناد عن ناصفة وراثية بالعيلة. لما بقرر أنه عند خلاص بتكون راحت عليك. ميديا شبكي انت يلي بادرتي وانت يلي بعتي المسج. لك لسه بيقلي انه انا المبادرة وانا اللي بعتت له مسج. طالما هيك اسمعني فادي منيح ومن الاخر، انسى وحدة بحياتك كان اسمها ميديا. لا قبل ما تفكر فادي انت بشر مو عادي، انت بشر اقل 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 من عادي. باي. مجنونة هاي مجنونة. فيني افهم شو هو هذا الشيء اللي كان عم يدور براسك بهاللحظة وخلاكي تقولي عن اخي انا فادي اقل من عادي؟ لا قالت اقل 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 من عادي. شو هاي القصة الخطيرة اللي خلتك تفيقيني من اعز نومة نايمتها؟ القصة هي انه انا تعبت 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 ومليت مليت مليت من هذا الشخص يلي اسمه فادي. عفوا عفوا هنادي وعفوا ماي. قال انا بعثت له مسج وهو مفيقني من نص نومتي. خلص جيم اوفر. وهذا الخادم بعتي له اياه. لا يا الله بدل ما زبط القصة كل مالي خربتها. شو بدي اعمل؟ هاتي عن جد مجنونة انتي؟ خلص انصرف. ليكي والله حلوة. شوفي كون صريحة. يا الله يا الله يا امي شو عملت؟ بونجور. صباح الخير. صباح الخيرات. كنت بعرف انك رح تفيقي وتراجعي حالك وتعرفي انك ظلمتيني. عن جد؟ طبعا عن جد. بس كمان اللي بدي اياكي تعرفي انه ابدا ما بيهون علي تنامي وانت زعلانه. يا عيني. ومثل ما صبحتيني بالورد انا جاي اقول لك صباح الورد. اسمعني فادي، هاي طريقه بالحب رح تقتلني. بتعرف شو يعني رح تقتلني؟ ارحمني من هالحصار بترجاك. شبكي ميديا؟ يعني أنو طريقة وأنو حصار؟ عطيني فرصة إني أزعل، عطيني فرصة إني أخذ موقف، لكني أشتاق لك، كنت قال شوي. إيه؟ شو هالحكي ميديا؟ ليك عم تحاكيني بهالطريقة؟ مو أنت اللي بعتلي الورد لحتى تصالحيني؟ لا، أنت هلا صار أكيد بدك دكتور نفساني، والقصة ما عاد ينسكت عليها بنوب، وبجوز إذا لحقت حالك ما يستفحل معك المرض. طولي بالك ميديا. خلينا نفهم من فادي، أكيد في سوء تفاهم. لا القصة ما فيها سوء تفاهم بنوب، القصة واضحة كتير يا بنت خالتي. يبدو أن رفيتك ميديا عم تعيد حساباتها. فادي خلينا نفهم. ميديا أنت حابة حدا تاني غيري؟ يعني إذا في شي عريس تاني قليلي يعني خلاص بفهم وبروح. مشان الله ما يمشي، ما عاد فيني اسمع ولا كلمة. شبكي ماشي ولا بقيانة؟ أنا آسفة فادي بس عنا موعد ضروري كتير بالشغل، أنا مضطرة إني أمشي. لا عادي ولا يهمك. يلا باي. باي. بونجور فادي. بونجور. شو هالوردات الحلوين؟ أكيد هدول وردات الصلح ما هيك؟
بدك نيالك يا ميدو على هالصباح. صباح غير شكل. جايبه من نفس المحل اللي انا بعت الوردات منه، بس ما يكون زلق قدامه بشي. لا هذا الموضوع عجليه شوي. لك يا اخي ماني معصب، يعني متوتر شوي. ايه ماني قادر اخذ واعطي. خلص خلص بحكي معك بعدين. اهلين لينا، شو عامله بحالك؟ لوك جديد حلو. انا وين بدي داوم؟ تفضلي هون على هي الطاوله. بتعرف فادي، حاسه حالي كتير كتير متفائله بالشغل عندك، وحاسه حالي كمان رح بدع. وانت شو متفائل؟ ايه مبلا مبلا متفائل كتير. طيب شو رايك فنجان قهوه يعدل لك مزاجك؟ ايه ما في مانع. فادي انا ايمت بدي بلش شغل؟ لك على شو مستعجله؟ لسه اليوم بلش دوامك. طيب انا حابه بلش فورا بالشغل. هاي فاجأتكم مو؟ اهلين رانيا. اصلا لقيت حالي قريبه من هون، قلت لمرسلم. هي اهلا وسهلا فيكي، انت بتجي باي وقت؟ فادي انا رح فوت هيك بالموضوع دغري، انت وميديا صار لازم تتصالحوا. هي بعتت هيك؟ لا صراحه انا اجيت لحالي، بس أنا ماني شايفة أي مشاكل بيناتكم. لا أستي غلطاني، في مشكلة ومشكلة كبيرة كتير. شو هي؟ رانيا يعني أنا حاسس إنه ميديا عم تتجاهلني، عم تتجاهل كل وجودي. بدك الصراحة؟ أنا حاسس إنه هي عم تطلع الأسباب من تحت ضفيرها لحتى تتركني. لا لا لا، أصلا ميديا بتحبك، بتحبك كتير، وأنت كمان بتحبها. يلا قلي لا لشوف. لك لا والله بحبها، بس يعني الحب لحاله ما بيكفي، في أمور أساسية وجذرية أنا وميديا بنختلف عليها بالحياة. مزبوط فادي معه حق، الحب لحاله ما بيكفي. ها لا هي الأساسيات بينحكى فيها وفيكم تتفاهموا عليها، يعني بساعة صفا بقعدة رايقة بينك وبينها بتنحل كل المشاكل. رانيا بتشربي قهوة؟ شو يعني؟ يعني من الآخر هذا الموضوع ما بدي أحكي فيه. شايفة هذا الملف؟ تفتحي بتلاقي فيه معلومات عن كل الشركات السياحية ورحلات الطيران. وشو مشان الحجز؟ موضوع الحجز بكير عليكي لسه، خليني أنا بحجز، أنت بس ردي على الزباين واستفساراتهم. أوكي هاي سهلة كتير. أهلين هنود. شو؟ شو هالحكي؟ طيب طيب جاي جاي باي. رايح لعند هنادي. طيب شوفك المساء. قصدي في دوام؟ لا لا ما في شيء المساء، لا تجي. باي باي. مرحبا. اهلين لينا، مو قلت لك ما تجي المساء؟ طيب ما حبيت اتركك لحالك. فادي شكلك كتير تعبان. ما في شي عادي، يعني انت بتعرفي الشغل ومتاعبه. ميديا؟ شبه ميديا؟ انا اللي عم بسألك عنها. لك ما بعرف، يعني حاسس انه هي كتير متغيرة وكل ما المسافة بيناتنا عم تزيد. فادي ميديا اهتمامها بشغلها ومشروع نجوميتها، وهذا الشي كله اكبر من حبها لإلك، فطبيعي تزيد المسافة بيناتكم. شو عم تحكي لينا؟ بيعملوا الشغل ما وقف بوش الحب، يعني اساسا انا مو من حقي انه وقف بوش طموحها، وهي مو من حقها انه تعرقل لي شغلي، ما انا كل عمري بدعمها لميديا. بس شو؟ والله ما بعرف، في كلام كتير بدي اقلها بس ما عم تزبط معي، يعني لا الظرف عم بيساعدني ولا الزمان ولا المكان، وكل ما بنلتقى بنتخانق. طيب عندي فكره، شو رأيك تبعت لها رسالة صوتية وبهالطريقة يعني كأنك شفتها وكأنك حكيت معاها؟
يعني تخيلي انه لهلا ما بعرف ابعت رساله صوتيه، شلون بيعملوها؟ طيب رح نبعتها من موبايلي، ما بعرف اشتغل على موبايلك. تفضل بس تخلص ناديني. اوكي شكرا لينا. عادي ولو. بدي اقول لك انه بحبك، عن جد انا بحبك، والايام اللي قضيتها بعيد عنك حسستني قديش انا بحبك. لما بتبعدي عني بحس انه الهواء قليل بالجو، لك بحس انه القهوه طعمتها بشعه، ثيابي ضيقين علي، بحس. لا تخلي حبنا يموت، الله يخليك يعطيك فرصة لحتى يعيش. العمى لو عرفان بده يقول هيك ما كنت اقترحت عليه الفكرة. ليش هيك عملت؟ مين عن حظي. سجلتها؟ ايه سجلتها. ممكن تبعتيها؟ ايه طبعا تكرم عينك. شكرا لينا. لا ولو، هاي انبعتت الرسالة. بدي اتغلظ عليكي، يعني فيك تضلي هون شوي؟ اكيد بدها تبعث لي الرد على موبايلك. ايه طبعا تكرم عينك ولو. رح اعمل شاي، خلي موبايلي عندك. ولا اقول لك رح اخده معي، بلكي اتصلت ماما. ماشي اوكي. نادي اعملي لي مثلها. بدي احكي معكم موضوع كتير ضروري. ميديا بتسمحي لي انا اليوم بلش واحكي بموضوع كتير ضروري؟ ايه بس انا يا حبيبتي اذا بتريدي، عن جد كتير مهم الموضوع. ليش انتي بتتركي فرصة لحدا يحكي؟ عم بسمعك، تفضلي شرفي احكي موضوعك المهم جدا. فادي اذا الكلام وجه لإلي او بيخصني فيا ريت تعفيني. رانيا خلص قالت لك سكري على الموضوع. ما بقدر. شو بكون؟ خلوا البنت تعرف تحكي. احكي رنوش، احكي عليكي الامان، احكي. ميدو أنا بحبك وما هين علي شوف العلاقة اللي بينك وبين فادي هيك عم تخلص بهاي السهولة. رانيا أنا هذا الحكي صار عم يوترني، قصتي مع فادي خلصت، ما عاد تحكي فيها. ميديا رانيا معها حق، يعني لازم تعطوا فرصة لبعض، يعني مو معقول هاي اللحظات الحلوة كلها تمرق وتروح على الفاضي. لا ويا ريت على شيء مستاهل. ميديا بتصدقي إذا قلت لك إنه أنا أول مرة بشوفه لفادي حابب بهي الطريقة؟ بالله شو؟ ليش كم مرة حابة؟ فريمون أنا كتير مستغربة، كيف ممكن وحدة تدور كل عمرها على حب حياتها وعلى شريك يفهمها وتفهمه يحبها وتحبه وبالآخر تضيعه من إيدها بكل هالبساطة؟ أنا إذا أجت القصة لإلي ما عندي مشكلة، بالليل يدقلي ولا بالنهار يفيقني ولا ما يفيقني، وين المشكلة؟ اكسكيوزي ميديا، يعني أنا عم بحكي وجهة نظري كوني رفيقتك، أبداً مو لأني أخته لفادي. يا بنات أنتوا ليش ما عم تفهموني؟ أنا بحبه لفادي كتير ومشكلتي معه لا إلها علاقة إذا فيقني أو ما فيقني، مشكلتي معه أكبر من هيك بكتير. فادي مصر يكذب الكذبة وبعدين يصدقها، تخيلوا أنه هو مصر أنه أنا يلي بعثت له المسج وتاني نهار راضيته بالوردات. يا ستي وعلى فرق، أنا مالي حاسة أن الموضوع بيستاهل ردة الفعل الأوفر هاي. لا 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 معلش مايا، انا بالنسبه لي الكذب خط احمر. طب اذا قلت لك فادي ما عم يكذب؟ شو قصدك؟ لانه ميديا عن جد، قصدي انا مو ميديا اللي بعثت له ورد ومسج من موبايل ميديا. والله كنت حاسه انه هاي الحركات حركاتك يا رانيا. على فكرة أنا الخاتم احتفظت فيه، قلت لحالي ممكن تحتاجي. هنود وين حاطة الخاتم؟ وين بدي يكون حاطته؟ يعني بغرفتي
عالبيرولي على ايديك اليمين، الدرفة الثالثة من على الشمال، عدي ثلاثة من فوق وافتحي النصانية بتلاقي فيها علبة موزايك صغيرة، بتفتحيها بتلاقي علبة أصغر منها بتطلعي الحافة. شك تعي تعي بعرفني إنه بالخاتم كمل العشاء. شو تلاقي بتم السمكة؟ رانو؟ هلا أنت شو بتكوني آكلة مثلا لحتى يطلع معك هالزكك اللي هو؟ جد فادي انت بشر غير عاد. مبروك. شكرا. طيب طيب جاية دغري. لينا لينا. نعم رفيق عامل حادث لازم نروح دغري. طفي الكمبيوتر وقفلي المكتب وروحي انت. طيب اوكي. جد آسف حبيبي. ميديا؟ ماشي. ألو؟ فادي؟ ميدون شبكي شوفي ميديا ميديا شوفي ناقصني غير انسى الموبايل كمان. ميديا لك شو هالصباح الحلو بعدين ليه واقفه هو ما تنزلي تقعدي تحت بالمكتب اكيد لينا جوا شبك كنت مفكره اني ظلمتك ليش شو صار معلش فادي بدون زعل
أنا بتمنى لك أيام حلوة من كل قلبي. ميديا أنت شو عم تحكي؟ عم قول شي اللي أنت ما قدرت تقوله. هلا فهمت لي سألتني إذا في حدا بحياتي، عشان هيك رح قلك طمن، رح حاول ما أبقى لحالي. بتمنى الأيام اللي بيناتنا تبقى ذكرى حلوة عندك. هالمرة أنا ما رح أعطي الخاتم لهناتي. ما قلت لي لمين بدك تصوت؟ رح صوت للبنات الخمسة مشان ولا واحدة منهم تزعل مني. حتى لميديا؟ ايه حتى لميديا. ليش ميديا مو من البنات الخمسة؟ بلا من الخمسة، بس فادي انت هيك عم تغلط كتير. ها اوف، وبشو عم اغلط بقى؟ يعني انا قصدي انه هلأ ميديا وهنادي داخلين بمنافسة كتير كتير قوية، وانت لازم تصوت لهنادي لأن اختك ومايا بنت خالتك. ليكي لينا، بغض النظر عن الشيء اللي كان بيني وبين ميديا، هذا ما بيلغي ابدا انه البنات الخمسة لهم عندي نفس المعزة. يعني هلأ بدك تقنعني اذا هنادي عرفت انك انت صوتت لميديا ما رح تزعل؟ لا ما رح تزعل. متأكد؟ ايه متأكد. ايه بجوز. شو قصدك؟ قصدي انه انا مليت كون خارج اولويات البنت اللي بحبها. هنادي الحب اللي عشت كل عمري عم احلم فيه طلع حب مبني على مصلحة. هيك وقت الفراغ ميديا ما بتهتم فيه غير وقت الفراغ بعد شغلها وفنها ونجوميتها. يعني حضرتها حاططني على الرف، بس تحتاجني بتمد ايدها وبتنزلني من على الرف، وغير هيك ولا شيء. لينا شيء تاني، تخيلي انا الاول بكل شيء بحياه لينا. دائما بتهتم بتفاصيلي، لينا من كتر ما بتهتم بتفاصيلي صارت تنسى تفاصيلها. شو حلو فادي. انت تحبها للينا؟ ما بعرف، يعني يمكن يكون بحبها ويمكن لا، عن جد ما بعرف. إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك. فول من عند الصبح؟ فادي حدا بياكل فول من عند الصبح؟ مات؟ بليز أعطيني توست مع لبنة دايت وفوق نعنع. شكرا. مو معقول مو معقول شو طيبين هالأكلات. تعرف اللي يمكن شي أكتر من 6 شهور ما أكلت هيك أكل. طيب شو رأيك نجي لهون كل يوم أحد ونفكر؟ فادي عم قلك متأخرة وعندي بكرة تصوير، لازم حضر ولازم ارتاح ولازم نام بكير مشان نطلع كول قدام الكاميرا. ايش رح تهرب؟ خلص نطلع غير يوم. عن جد؟ ايه موافقة، فكرة بتجنن. فادي وحياة عيونك، انت وين ما بتكون انا بكون مبسوطة. فادي وين شردت؟ ما شردت هون انا، بس تذكرت انه في عنا موعد مع جماعه مشان جروب سياحي جايينا بعد نص ساعه. ما بدك تاكل بصله؟ بصل؟ ايه بصله، يعني اذا بنشتغل بالسياحه ما بناكل بصل؟ بعدين الفول ما بيتاكل الا مع البصل. انت ما بتعرف اللي بيقولوا كل بصل وانسى اللي حصل، كل توم وانسى الهموم.
خدي هالبصلة لكان ليهات. فادي بصلة؟ انت بدك تعاميني بصلة؟ مو معقول فادي، يعني عن جد انت سوفاج. عفوا لا تواخذينا. فادي شبك؟ شو شكله الفول أثر عليك ما؟ لك الكهرباء عم تفصل، أكيد من الفيش. طيب خلص اتركه وحكي مع شي كهربجي هو بيعمله. لك خلصنا لينا أنت التانية، هاي شغلة بدها كهربجي. صار لك شي؟ لا لا بسيطة بسيطة. فادي عن جد ما صار لك شي؟ لا لا ما في شي ما في شي عادي. أنا آسفة بس كتير ارتعبت عليك، بعتذر يعني، بس ما بعرف شو صار لي لما صار معك هيك. لينا لك انتي لهالدرجة بتحبيني؟ ايه واكتر من هيك، الشي اللي بحسه تجاهك فادي اكبر من الحب، ما فيني اوصف لك. يعني بتمنى لو الشي اللي صار معك هلا لو انه صار معي انا مو انت. اصلا انا كتير انبسطت لما اجيت لهون لعندك على المكتب، بحب ريحتك بالمكتب، بحب اغراضك، بحب كل تفصيل بيتعلق فيك، كاسة المي، الكمبيوتر، موبايلك، اي شيء. فادي انا كتير بحبك. تتجوزيني؟ شو؟ تتجوزيني؟ فادي والله دوختني، لسه عم تلف وتدور حوالين شي، في شي بدك تقوله؟ شي مثل شو؟ قوله. هنادي انا قررت اخطب لينا. نا مي لينا؟ لينا؟ لا 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 فادي سيتو بلي ما تقلي انه هالسوسه نخرت براسك. هنادي اول مره عم حس باللهفه اللي عم تلتهف علي، ما حسيتها من حدا قبلها. لما بكون معها بحس بحنية ما حسيتها بحياتي من قبل. لا فادو لا، اوعك تفكر اني بحب ميديا اكتر منك. ميديا بتضل ميديا وانت اخي ومصلحتك فوق 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 مصلحة الكل. بقى فكر منيح فادي، يعني ممكن تكون مشاعرك هيك رياكسيون رياكسيون عكسي لحتى تغيظ على ميديا. لا 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 ابدا، لينا صار لفترة عم تشتغل عندي وأنا متأكد إنها بتحبني. بعدين هنادي هي كانت تشتغل عندك، أنت بتعرفي كيف أخلاقها منيح. هو أنا بعرف أخلاقها كتير منيح وهي حدا كتير ظريف، بس أنا بحياتي ما تخيلتها تكون مرت أخي. يعني بشوفها أنا بنت بتساعدني بالشغل وبس. هنادي هذا رأيك، بس بالنهاية الموضوع بيخصني لإلي، فياريت تفهميني. وبدي مني خدمة كمان، يا ريت تخبري الصبايا. ايه ماما حبيبتي كيفك؟ ماما فادي رح يتجوزني وحياة الله. هو قال لي ماما ليكي اذا بده يحدد موعد ايه ما تخبره بعد بكرة. مامي بليز خليها بكرة الله يخليكي. ايه حبيبتي يلا باي بعدين بحكيكي. باي باي. أهلين هنادي كيفك لينا؟ أهلين حبيبتي تشربي شي؟ لا 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 ما بدي أشرب شي، أنا جاي أحكي معك كلمتين وبدي تحطيهم الحلقة بإذنك. تفضلي عم بسمعك. بس لازم تعرفي قبل كل شي أنه أنا ماني ضدك كشخص، بس أنا ضد المبدأ. أنه مبدأ؟ مبدأ أنه حدا يفوت بالوقت الضايع. يعني أنت بتعرفي أنه في علاقة كتير قوية بتربط بين فادي وميديا، يعني علاقة حب قوية متينة. علاقة كانت وانتهت. ومين قال لك انه انتهت يا شاطرة؟ فادي. اوكي خليني بلش لك القصة من الأول. فادي طالع من صدمة نفسية لأنه هو ميديا صار في بيناتهم
من الآخر، المهم هي الصدمة عملت له رد نفسي، وهذا الرد النفسي بيولد رياكسيون، في أكسيون ورياكسيون. الرياكسيون هو اللي عم يعمله معك، يعني أنت رح تكوني جسر، جسر يعبر عليه فادي لحتى يستقر أموره، وبعد ما تستقر أموره بيرجع لميديا. أنت عم تحكي مشاني ولا مشان ميديا؟ لا أنا أكيد عم بحكي لا مشانك ولا مشان ميديا، أنا عم بحكي مشان فادي يلي هو أخي، لأنه مصلحة أخي فوق 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 كل اعتبار. وبقدر أعرف شو المطلوب مني؟ أوكي، المطلوب أنك تعدي للعشرة. شو يلي عم يصير؟ حدا عنده تفسير؟ هذا الحكي ما له غير تفسير واحد، هاد اسمه جنان. عن سابق اصرار وترصد لان المجرم شو وصلنا انه العرسين بيوم واحد؟ نحن عرس مين بدنا نحضر؟ بغض النظر عن انه فادي ابن خالتي، بس انا مستحيل اني اترك ميديا بهيك يوم. وهنادي؟ شو عرس هنادي اليوم؟ مو هيك قصدي، قصدي هنادي عرس مين بدها تحضر؟ يا الله والله شغلي بتحير، يعني ليش هيك عم بيعملوا فينا؟ أنا برأيي بنحضر ساعة هون وساعة هون. ما نزفها بنفس الوقت، شلون بدك تحضري ساعة هون وساعة هون؟ إيه منتشقف شقفتين. كمان مو حل. بالفعل مو حل. يعاقب فادي فعلاً؟ حقت حير. يعني لو هم سألوني في البرنامج عن الفرحين، أقول لهم إيه؟ حبيبتي هذا إذا وصلتي على البرنامج قبل ما يشقفوكي وينتفوكي، ساعتها أبي احكي اللي بدك إياه. يعاقب أخفال أشياء النجمة عن جنايه اللي حصل. الجملة دي أنا سمعتها قبل كده. هنادي. بسم الله الرحمن الرحيم. انصرفي، لا تأذيني ولا أذيك. حد سمع حاجة يا بنات؟ ميديا، شو ما في مرحبا؟ مرحبا، مبروك قال عرسك بعشرين الشهر. ايه والله الله يبارك فيكي. ايه كان بودي اني احضر عرسك وافرح لك وشوفوا انت عم تنزف لعروستك لينا، بس للاسف ما رح اقدر لان رح كون عروس بنفس اللحظه، وبتعرف ما رح اقدر اترك عريسي. مبروك وعن اذنك فادي. فيني افهم يا خانم ليش حضرتك ما خبرتيني انه ميديا بدها تتجوز؟ ما بعرف، فكرتك بتعرف. ومن وين بدي اعرف؟ اذا انت اختي ما قلتي لي انا شلون بدي اعرف؟ انت ليش كل ما بتحكي معي مصر تذكرني اني انا اختك؟ باوي جو سوي تاسرع، شي مرة انا نكرت هالشي. هنادي طولي بالك، فادي ما بيقصد. بعدين هنادي شو ذنبها؟ يعني انت اخوها على عيننا وراسنا، بس ميديا كمان رفيقتها. وين المشكلة اذا نظمت لحفلة عرسها؟ شو عم تنظمي لها حفلة عرسها كمان؟ مسيو سامر، بالنسبة للأوتيل اللي اخترتوه في دوز اوبسيون، يعني دوز سال، واحدة فضية وواحدة ذهبية. لا لا خلينا على الذهبية، ما بدنا هديك، ما بنعرفها. لا لا حبيبي هنود، ما في ماسية؟ هو في، بس للأسف ترو تار، غوزيرفي، محجوزة يعني. هلا من الاخر عيني، من الاخر بدي عرس على كيف كيوفك، هيك يكون يعني شو كان مثل لحدا يذكرني، لحدا يذكرني داي، هلا بتذكر لحالي مثل شو كان اسمه، لا داي لحدا يذكرني اسمه ويليام، ريشارد ويليام. هلا فهمت عليك. يا منيح اللي فهمتي عليه. هو منيح بس بنفس الوقت مانو منيح، لأنه لحتى تعمل حضرتك العرس يلي عم تحكي عنه عرس تاريخي وأسطوري بهالمدة القصيرة امبوسيبل، بدك تأجل على الأقل شهر. شو؟ نيفر نيفر، بعشرين يعني بعشرين. هدي هدي لهالدرجة مو حسنانة إلا تتمك معي. مدي يا سمورة. خالتي. عفوا. أختي أختي، عدم مؤاخذة. خلاص مرقينا يا زرعيها بدها بعشرين بعشرين، زيادة ألف ناقص ألف ما في مشكلة، بعوض لك يا رضي. كيف لقيتوا القاعة حلوة؟ ما
انا حبيت القاعة الذهبية اكثر. بس القاعة الذهبية للاسف محجوزة ريزيرفي بوكت اون انجلي. ايه ما عندي مشكلة، بنأجل شوي، شو رأيك؟ كثير لا دقيقة شوي، يعني أنا مستعد أتنازل عن أي شيء إلا عن موضوع 20 الشهر، مستحيل أجل. هنادي تصرفي، لاقي لي حل، احجزي القاعة الذهبية بأي طريقة. فادي كيف يعني بأي طريقة؟ ما عندي أي طريقة، ما عندي أي حل، عندك قاعة ذهبية محجوزة وقاعة مو ذهبية مو محجوزة. شو بدنا هنادي؟ شو أنا كل يوم بدي أتجوز؟ أنا أخوكي، هي أول مرة بدي أتجوز وأعمل عرس. إيه شو عامل يعني؟ تصرفي. ممكن أفكر بحل؟ وممكن ما لاقي حل، بس انا رح افكر. خلص بوعدكم رح افكر. لهالدرجه بتحبني؟ واكثر. الو اهلين سميحه. لا ما عندي شيء. اوكي بعد نص ساعه. وين؟ ماشي اوكي بعد نص ساعه بكون هنيك. باي باي. ايش ونأجل ما نأجل؟ فادي اسمعني شوي، يمكن الحكي اللي بدي اقوله هلا مو مكانه صح ولا حتى وقته، بس انا بدي اقوله لاني مو قادره اشوف اعز رفقاتي قاعده عم تتعذب ومكتئبه وانا ضل ساكته. طب ليش عم تعملوا بحالكم هيك؟ ليش عم تخربوا الشغلات الحلوه؟ انتوا اثنين كثير لابقين لبعض. سميحة فيني افهم ليش عم تحاكيني هذا الحكي هلا؟ مشان ترجع تبني كل شيء هدمته. صعب. صعب كثير يا سميحة ارجع لحدا ما بيحبني. مو على كيفك، بعدين مين قال لك انه هي ما بتحبها؟ خطيبة الاستاذ سامر. عرسها يلي بعشرين الشهر. كل التفاصيل يلي عم تعيشها شو بتسميها؟ هي بتسميها حب يا سميحة؟ خلص خلص مشان الله. أصلاً ميديا لو ما بتحبك ما أنا مضطرة تنام وتحط حد خدتها صورك وصورة. إيه والبولين والبولين الحمراء لعرس ميديا والبولين البيضة لعرس فادي. دخيل عينك لا تخربط لي بالألوان. ها ايه ماشي. يلا يلا معي خط تاني دقيقة برجع بحكي معك. قالوا العرادة الشامية الساعة 9 على باب الأوتيل لأنه 9:30 في عربة رومانية. ماشي داكر. يلا باي. شو مو عاملة بحالي؟ هنادي شو مو عاملة بحالي؟ نسياني موبايلي بسيارة فادي وما قدرت اتصل فيكي. شفتي فادي اليوم؟ ليش أنا عندي وقت شوف حدا؟ ليش شوفي؟ في شي؟ ايه في شي. شي مثل شو؟ فادي من امبارح ما حكى معي ودقيت له 100 مرة على البيت وعلى المكتب وعلى الموبايل ما عم يرد. بالله؟ ايه شو يعني؟ شو يعني هنادي؟ أنا كتير خايفة عليه. طيب خلص روحي انتي على البيت دوبك تلحقي حالك. روحي صار الوقت ضيق انا بشوفه وبطمنك. يلا روحي. رايحة. فادي يعني مزبوط انت هون نحن قالبين الدنيا عليك. لينا كتير مشغول باله. اليوم عرس ميديا وعرسك لك كمان. ايه بس على لينا. شو يعني على لينا؟ مو انت اللي بتحبها لينا؟ يمكن المخلوقة رح تصير مرتك بعد ساعة. شو عم نلعب؟ هنادي ليه هيك صار؟ فادي لا تجنني. شو ليش هيك صار وهيك صار وامتى هيك صار؟ مو انت اللي هيك بدك؟ كان هيك بدي؟ لكان انا؟ مو انت اللي قلت لي انك اكتشفت انه حبك لميديا كان كذبه؟ مو انت اللي قلت لي انك لقيت الحب الحقيقي اللي عم دور عليه من زمان؟ ما علينا. مين اللي قال هالحكي؟
ميديا تركتني هيك بلا سبب، اتخلت عني من شان مشكلة صغيرة. لا عفوا منك يا أستاذ مين ما كنت تكون حتى لو كنت أخي، مو أنت اللي بتبرر هدول الأشياء الصغيرة وبتبوب وبتفند الأخطاء على إنها خيانة ولا ما أنا خيانة. هي الخيانة هي مشكلة كبيرة. أنت شو عم تحكي؟ خيانة مين هاي؟ خيانتك لميديا مع لينا. وأوعك تقلي لا، لأنه ميديا سمعتك بنص إذنه وأنت عم تقلها على التليفون للينا إنك بتحبها، وإنه أنت من زمان كتير كان جا عبالك تقلي إياها. لحظة لحظة لحظة، استني شوي. يمكن فتح الخط فجأة لحتى اكتشفت ميديا هذا الاكتشاف، ويمكن من حسن حظها لميديا انه فتح الخط فجأة وانه موبايله بسجل مكالمات لحتى ما تعيش معك كل حياتك زبك كتير كبيرة. بتقول لك انه بحبك، عن جد انا بحبك، والايام اللي قضيتها بعيد عنك حسستني قديش انا بحبك. لما بتبعدي عني بحس انه الهواء قليل بالجو. هي نفس الكلام اللي انا سمعته. شو جاب على موبايلي؟ ايام يضيقين علي. شو صار معك؟ ايش هو هاد؟ شو هالحلو هاد؟ يلا البنات بدنا نشوفوك انت ولابسه الفستان. ايه شو تصوير؟ شوي تاني بتقولي لي ستاند باي. هلا تمعي القصة، هاتي لشوف قولي لي، شو إحساسك بآخر يوم عزوبية؟ ما بعرف، خايفة. ليش خايفة؟ لأنه الزواج مو قصة سهلة، خايفة ما أتأقلم معه، حاسة حالي تسرعت، بعدين معقول ما أكون أم مثالية؟ طولي بالك، دغري تجوزتي وجبتي اولاد وطلعتي ام مالك مثاليه. يا ستي انا عم بقول لك رح تكوني احسن واحلى ام بالدنيا كمان، وبتكمل معك اذا بتجيبي لنا بنت حلوه مثلك. بس هلا قولي لي رح تشتاقي لنا؟ رح اشتاق لكل ساعه قضيتها معكم، رح اشتاق لكل زاويه بهالبيت، رح اشتاق لجمعه الصبايا، لمشاكلنا، لقصصنا. مايا أنا ما عاد بدي. شو ما عاد بدك؟ ما عاد بدي أترككم، بدي ضل معكم. اتصلي بسامر وخبري أني ما بدي أتجوز. يلا امشي امشي بلجنا امشي. الله يساواه. دوز دوز وهي صلوا على محمد. زين زين مكحولهن والعادلة الله عليك. والله وجه اليوم اللي اشوفك فيه عروسي يا سيميديا ورايحة على بيت عدلك. والله جاي ما بتشيني. وليش عم تبكي؟ والله يا سيميديا صدقيني انتو ما بتعرفوا شو اضغالين على قلبي، وما في احلى من الواحد اللي بفرح باخواته. انتو بغلاوة اخواتي، مو هيك من جيراننا يا سي سميحة؟ هيك ونص. بس أنا برأيي حاج بكي ونشوقة. هنادي جد خير؟ ميديا منيح يلي لقيتك. فادي أبداً 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 ما خانك، والقصة كلها لعبة من لينا. شو؟ إيه يعني هذا اللي سمعناه هو صوت فادي مزبوط، بس ما كان عم يقوله للينا. لكن لمين؟ هذا الحكي سجله فادي لميديا، بس سجله على موبايل لينا مشان هي تبعت لي على ميديا. لكن ليه خطبها؟ لأنه مثل الحية اللي بتلف على الفريسة تبعها. والله والله لأشل جوزة حلو بيدي هاي. وأنا هلأ شو بدي أعمل؟ أنت بإيدك بتقدري توقفي اللي عم بيصير؟ صح. يعني إيه؟ مفيش فرح النهاردة؟ والفستان اللي أنا أقلته بالشيء في ليني أعمل فيه؟ فادي 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 وينه؟ فادي 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 أخذ التيكت والباسبور وراح يسافر. شو؟ يخبط ياره ويطفي ناره. إيش صاير له؟ العمى؟ بدها تهرب الطيارة يعني؟ وبا ميديا لازم تلحق فادي فورا. مظبوط. ايوه يا وسامي. سامر لسه ما كتبت كتابك عليه، يعني انت مالك مرتو. هنادي توصلين على المطار. انا
انا اتركوني بهمي، ويلي الصاله ويلي اهل لينا، وشو بدي اعمل لاعمل وشو بدي اقول لاقول. انسي ميديا انا بطالعك على المطار ديبك انا. مسكر خطه. لا لا تقولي وين بده يكون طلع؟ معقول يكون حجز شهر العسل على لندن؟ واو يا الله. بس انا شفت انه ركاب طياره لندن كلهم صاروا بالطياره، لانه اللافته مكتوب انه الطياره صار لازم تمشي. شو يعني؟ يعني خلاص فادي بح. انسي ميديا رفيقه بن جيران الانسه سميحه، انا دقيت على صدري. فولو مي. لوين؟ شو بدك تعمل ادري؟ انسي سميحه الله يوفقك، الله يخليكي دشيني شي مرة واحدة بس أعمل معكم شغلة منيحة وبوقتها. والله خجلان من خالته فريدة، أنا ماكي خجلان منها. وأنت خليكي هون، ها بركي شفتي بعدي من هون تعملي لي مسكول. امشي قدامي، امشي قدامي. يلا يلا أدري، خليكي هون. يلا امشي قدامي. تفضلي. يا ريت بس تستعجل شوي لأنه كل الركاب صاروا بالطيارة. تفضل. شكرا. هاي تو يعطيك العافية. ما هاي الطيارة تبع لندن؟ ايه. الله يوفق، الله يخليكي، خلينا نطلع الطيارة. بس شلونكم بتطلعوا؟ يعني معكم تيكتات؟ معنا تيكتات، بس احنا لازم نطلع الطيارة ضروري. آسفة، ما بقدر طلعك بدون تيكت. لا هاي تو هلا بشتري تيكتات، واخ ايش هالقصة، شو قد يكون حقه التيكت يعني؟ حتى لو فيرست كلاس حجزينا. إذا بتريد، بدك تراجع قسم الحجوزات، هونيك الحجز. الله يخليكي، فهمي علي، أنا لازم أطلع على الطيارة كتير كتير ضروري. آسفة، تعليمات ما بتسمح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حيطو إيش فيك أنتي؟ اصلي لخدمة إنسانية هي، والله بنوبك سواه. طيب نحن ما نطلع الطيارة، أنتي طلعي على الطيارة واستخيل الأستاذ فادي، قولي له الأنسي ميديا رفيقتها لبن جيران الأنسي سميحة والأستاذ أدري عم بستنوك برا. إذا بتريدوا راجعوا إدارة المطار، أنا ما بقدر أتصرف من عندي. والله والله ما تدري خالته فريدة إنه أنت هيك عم بتساوي فينا، والله تزعل منك ماكن وتفرمك فرم. خلص أدري، أنا ما عاد بدي أصلاً، كل جيتنا لهون غلط بغلط. واه شلون يعني؟ يعني ما حدا بيهرب من نصيب، وفادي مو نصيب. امشي من هون من هون من هون، لفي لفي العيون.